الغرور خلق خداع، أول ما يخدع يخدع صاحبه فلا يقيم نفسه تقييما صحيحا، وبالتالي يغفل عن تطوير قدراته، يغفل عن تنمية مهاراته بدعوى وصوله إلى القمة خلاص، فلا يحتاج أن يبذل مزيد عمل أو جهد. نتيجة الغرور المباشرة هي التكبر، وهو بداية انهيار النجومية والقضاء على النجم من قبل الناس. الناس ستشم رائحة المغرور وتكره المغرورين.